متى بدأت علاقة الأستاذ طارق منديل بالنادي الأهلي وتعرف على النادي الأهلي من الداخل لأول مرة؟ بدأت علاقتي بالفطرة يعني ما زي ما بنقعد كده نقول كدارجين يعني الفطرة بتاعتنا كلنا أهلاوية يعني. فبدأت علاقة طبعا الوالد عليه رحمة الله كان أهلاوي جامد جدا، فمن واحنا صغيرين كلنا كنا نبقى متواجدين في الماتشات وفي النادي. الأسرة برضو أهلاوية كلنا الحمد لله بلا استثناء. وهل تاريخ العضوية والانتماء والارتباط بالنادي بيرجع لفترة طويلة؟ عضويتي في النادي أكتر من 24 سنة تقريبا، عضويتي المفصل لوحدي في النادي أكتر من 24 سنة. إيه أكتر الحاجات اللي دايما حضرتك ما بتنساهاش عن النادي الأهلي وحضرتك بتعامل معاه كجزء من الكيان الكبير ده كعضو من الأعضاء المحبين للنادي، الحاجات اللي دايما تفتكرها لما تفكر في النادي الأهلي؟ بفكر في النادي الأهلي جزء من تاريخ مصر. الجزء الجميل اللي هو بيشكل وجدان الشعب المصري. تاريخ النادي الأهلي هو اللي بيجذب أي حد عنده الحمد لله النزعة الوطنية للنادي الأهلي نفسه. النادي الأهلي طول عمره الواحد بيفكر فيه مش مجرد كيان فريق كرة بس، لا هو كيان كبير قوي رياضي ووطني واجتماعي، هو جزء كبير شكل وجدان الشعب المصري، فهو ده دايما رؤية الواحد للنادي الأهلي. بتشوفه دايما كرمز من أبرز الرموز المصرية. طبعا 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 تاريخه 1907 ولما حضرتك ترجع لورا من أيام النشأة بتاعته نفسها، هو نادي الوطنية زي النادي ده اتكون في فترة إنجليز، زي النادي ده كان هو اللي بيجابي حاجات كتيرة قوي وواجه حاجات كتيرة قوي في ظل احتل الانجليزي في مصر، اتشكل هو جزء من وجدان الشعب المصري. ولو رجعت حضرتك حتى في الاحداث الاجتماعيه والاحداث الوطنيه ورموزنا في الفن وغيره والكلام ده هتلاقي كان دايما ليهم معبر تواجد في النادي الاهلي وارتباط بالنادي الاهلي بشكل طبعا لك. اذا قلت قيم سياسيه او قيمه سياسيه زي زعيم سعد زغلول او زعيم مصطفى كامل او القامات الاقتصاديه الكبيره فؤاد باشا سراج الدين فكري بيعبا حاجات كتير قوي، قامات كثيرة على مدار تاريخنا الوطني كانوا ليهم علاقة بالنادي الأهلي. في الفن كل ما تفتكر ان دايما يعني اتذكر مرة كان الأستاذ محمد وجدي الحكيم الله يرحمه اللي كان رئيس الإذاعة المصرية طبعا طبعا يعني مرة أهداني السديل اللي هو متعلق بحفلة أم كلثوم في النادي الأهلي لأهداها فيه الملك وقتها وسامي الكامل. فالنادي الأهلي هو جزء من وجدان الشعب المصري.